بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب الذين طغوا في فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر صدق الله.